مناطق عدة بولاية صفاقس تشكو من مشكلة اضطراب التزود بمياه الشرب وانقطاعات قد يطول أمدها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الماء. فما هي أسباب هذه الاضطرابات المتكررة؟ ومن أين يشرب سكان صفاقس؟ احنا الحاجيات متاعنا متاع الذروة توصل حتى 148,000 متر مكعب في اليوم. السيتياسيون تاع لو بوتابل في صفاقس، المنطقة هي شحيحة بالماء، كناب تاع صفاقس ضعيفة من ناحية الكم والكيف. دونك تزويد صفاقس الكبرى يصير تقريبا 78% من الحاجيات متاعنا تجي اترافير قنوات الجلب من مياه الشمال. محط المعالجة متاع بلي بالاساس تزود ليني كاملة، مرورا بالكابون، مرورا بالساحل، واخر مرحلة هي صفاقس. 13% يجيو من الجنوب من خارج ولاية صفاقس. ثم شوية زاد منا أبار جلمة وسبيت، لمنا أبار عميقة زاد كيف بحكم على 165 كيلومتر، ثم ياسر مواقع تجبد الماء من غادي كامل، ولت وصلنا منا كمية قليلة. أكثر من 90% من حاجيات عاصمة الجنوب من المياه الصالحة للشرب تقطع مئات الكيلومترات من شمال البلاد وجنوبها قبل أن تحط الرحال بخزانات صفاقس. وحتى المياه التي توفرها الجهة والتي تقدر نسبتها بأقل من 10% تعاني هي الأخرى من إشكال الملوحة واحتوائها على نسب عالية من مادة الحديد. هما خمسة أبار، خمسة فراجات اللي كانوا يمولوا، زدنا عمناول احنا لتدعيم مناها المنظومة، زدنا سيدي عبد الكافي، وتو قريب نكملوا زاد فراج سيدي عبد الله. كيف زاد الأبار هذولا النوعية الملوحة متاعها عالية شوية. دونك احنا عندنا كل فراج عنده ستاسيون دو ديفيريزاسيون للمئة لتر في الثانيه، عندنا محطه لازاله الحديد، وباش تولي الماء معناها بعدها افيك لو ميلونج مع الماء مياه الشمال يولي مقبول للشراب. هذا الموقع هو واحد من خمسه مواقع بصفاقس تطلع بدور استقبال المياه المتدفقه على الجهه من الشمال والجنوب. هنا تتم عملية معالجة المياه وتعقيمها والتثبت من مطابقتها للمواصفات قبل الشروع في توزيعها على سكان الجهة. كل موقع طاقة الخزن بتاعه تختلف على الموقع الآخر. مع مياه الشمال عندنا محطة إزالة الحديد، عنده سيستم دومونتاج بتاعه، مرحلة تعقيم زادة من المياه باش يخرج من الماء معقم، وعندنا منظومة صحية كاملة، وعندنا من مخابر بتاع تابعة المياه الجودة متاعها من الظروف الصحية متاعها. حاليا ثم طاقة توزيع ب 125,000. ربي إن شاء الله يسترنا، ديما نقعد ولا مرسي تاع كونتويت جاية ترافير 450 كيلومتر و 500 كيلومتر، كونسوماسيون كبيرة ياس. دونك ما تلقاش وقت باش تطلع لي ريزيرف تاعك بور دوميني المناطق كلها، سيرتو العمارات والمناطق العالية ولا المناطق اللي جاية في آخر الشبكة. أكثر من 120 ألف لتر مكعب من المياه الصالحة للشرب يتم ضخها يوميا وتوزيعها على متسكني ولاية صفاقس الكبرى. يبدو أنها لا تفي بالحاجة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وفي فترة ذروة الاستهلاك. فما هو الحل يا ترى لتدارك هذا النقص؟ محطة تحليه مياه البحر هي اللي باش تكون معناها لا سوليسيون ديفينيتيف. الحمد لله أنه لي زيتود تعملوا، ايتود امباك دونفيرونمون تعمل، والبري سيليكسيون تعملت، وخرج لابيل دوفر، ولو 10 جوان اللي فات صارت فتح العروض، وتويكا قاعدين في الديبويمون. نحن تو في موقع مشروع تحليه مياه البحر بصفاقس. الموقع هذا باش يكون بالطبع بناء المحطه والتجهيزات، وبعد منه حتى ينطلق مد القنوات بالطبع، الخاطر من ثم جزء نتاع هندسه مدنيه وجزء نتاع من مد قنوات تمشي باراليل على الطريق اللي يرجع من صفاقس، ومن مرورا من بالحزام، مؤمل باش يكون انطلاق الانجاز في الثلاثي الاول او الثلاثي الثاني من 2020. باش تتعمل محطه تحليه مياه البحر هي باش تكون الفوائد نتاعها على المنطقه الكل. علاش؟ على خاطر احنا عندنا الكوندويت مثلا نتاع الشمال اللي تجي باش تولي معاش تجيب لنا الماء. دونك الكور دو روت هذوك، الحنشه وجبنيانه والغريبه كله، وحتى ولايه السوسه والمهديه، دونك هذوك باش يكونوا هما بيدهم يقعد لهم الماء اللي كانت تستهلكوا صفاقس الكبرى. كيف القنوات الجنوب هي اللي باش تولي الكور دو روت، بير علي وعقارب والمحرس والسخيرة، دونك هذوك هما بيدهم باش يستنفعوا باش يلقاو دبي أكثر اللي كان هو يتوليزي من صفاقس الكبرى، باش تولي تستغنى عليه في أني باش تولي هي حاجياتها تاخوها من محطة التحليه. طاقة الإنتاج ثم في مرحلة أولى بحول الله باش تكون 100,000 متر مكعب منها في اليوم، في مرحلة أولى اكستنسيبل معناها في 200,000 متر مكعب في اليوم. بالمشروع هذا والأهمية نتاعو بحول الله باش تخرج صفاقس مشكلة التزود بالماء صالح للشرب.